عليكم ومرحبا بكم. واش كتعرفوا الطبق ديال الدويده؟ الدويده بالدجاج شنو هو؟ هو عباره على طبق كان كيدار من الشعريه اللي كانت كتحضر في البيت، وكيكون منصوب بالمرقه ديال الدجاج اللي كتكون محضره بواحد المجموعه معينه ديال التوابل. تابعوا معايا الوصفه، غادي نتكلموا على هذا الطبق وعلى كيفاش كان كيدار، وبالخصوص غادي نعطيكم نصائح كيفاش تنجحوه ويجيكم ممتاز. فكيف ما قلت لكم غادي نديروا الطبق ديال الدويده. حنا ما غاديش نستعملوا الدويده لانه الدويده هي نوع من انواع المقارونيه اللي كان كيتصيب باليد، كان عاده كيتحضر فصل الصيف فاش كيكون الشمس حاره، باش يلا كتوجد هذيك الشعريه وكتبقى كتيبس مع الحراره، وكيمكن لهم يحتفظوا بها السنه كامله، ومن بعد كيستعملوها يوظفوا داك الدويده اما لتحضير هذا الطبق ديال الدجاج بالدويده، او لا كيتستعمل في الشوربه، او لا يتستعمل في الحريره. هو الطريقه ديال التحضير ديالو كانت بسيطه، غير العجينه كتعجن بالدقيق ديال القمح وبالماء، وكنا كنقبطوا داك العجينه كدار هكذا على شكل خويطات، ويبقاو يقطعوا منها ويفتلوها ما بين جوج ديال الصباع. كان النوع اللي كيتفتل بحال هكذا على شكل دوده وكيدار له كيتنزل في الطبق اولا فوق من الليزار باش كيبس، وكان النوع اللي كيتبسط هكذا باليد وهو اللي كيخرج على شكل سنتير. كنظن انه اليوم ولات هاد المنتوجات متوفره في السوق، فما بقاوش الناس كيحضروها. غادي نديرو حنايا الدجاج، وغادي نستعملو معاه الشعريه ديال السفه اولا الشعريه اللي الحجم ديالها متوسط. كيمكن لكم ديروا الشعريه ديال السفه اللي الحجم ديالها متوسط، اولا الشعريه ديال الشوربه حتى هي كتجي في هذا الطبق ديال الدجاج بالدويده. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، الطريقه ديال التحضير كنديروا الدجاج، تنحك معاه واحد ضريس ديال الثومه، وندير معاه شويه ديال السكينجبير، ونخليه مرقد في هذه التتبيله هذه. من بعد كيمكن لينا نشللو، لانه الوصفه كدار غير بالبصله، البصله وحزيمه ديال القزبر، كيدار فيها السكينجبير، كيدار فيها زعفران شعره، البزار والخرقوم والملحه، السمن بطبيعه الحال مكون اساسي بالنسبه للطبق ديال الدويده، والماء. صافي هذا الشيء اللي كاين. طنجره درت فيها الزيت مع السمن ملح، وضفت عليها الدجاج، زدت البصله، وخليتهم تيتقلاو مزيان عافيه مهيله، كتكون داك العافيه ميته باش البصله كتشرب داك البنه ديال السمن، وكتبدا كتبال. الدجاج كذلك تيشرب البنه ديال السمن، كتبدا هكذا داك الريحه ديال السمن فايحه هي والبصله مع الدجاج هكا في الكوزينه. من تما هذيك هي الريحه ديال المرقه اللي كان كيدار بها الطبق هذا. من بعد خدينا شويه ديال زعفران شعره حكيناه فوق من الدجاج. بالنسبه للعطريه كنديروا الملحه، شويه ديال البزار، سكينجبير بزايد كتكون معلقه عامره، والخرقوم حتى هويا غير شي شويه نص المعلقه تقريبا، لانه دايرين زعفران شعره وغادي يطلق البنه ديالو ما يغلبش عليها البنه ديال الخرقوم. كنمرقوا بالكميه الكافيه ديال الماء اللي غيطيب لينا فيها الدجاج، واللي غادي يطيب لنا فيها الشعريه. الشعريه ما تنفوروها شيء، وانما شنو كنديروا ملي كيطيب الدجاج كنحيدوا الدجاج من الطنجره، تنخليوها على جنب، كنجيبوا الشعريه، كنحسبوا كاس ديال المرقه الكاس ديال الشعريه. كيمكن لينا ناخذوا طنجره اخرى ونديروا فيها الشعريه، نعبروها اولا كنعبروا المرق هو الاول، هذا يعني اللي احسن، نعبروا المرق نديروا شوفوا شحال من كاس، مثلا جوج كيسان ثلاثه الكيسان، وكنضيفوا عليهم الكميه ديال المرق الكميه ديال الشعريه عفوا المناسبه. كنخليو الطنجره غير كتغلى، تنقتلوا عليها العافيه، وكنخليو الشعريه كطيب. كنديروا الشعريه في المريقه وتنخليوها على عافيه مهيله، كنزيدوا معاها شويه ديال القزبر، ها هي دي كيف كتشوفوا، وقبل ما كنحطوها اولا كنسربيوها نزيدوا معاها واحد النتيفه ديال السمن باش كنخرجوا النكهه ديال السمينه اللي استعملنا في النصيب، هي السر ديالها هو هاد السمينه المملحه. صافي وكنقدموا الطبق كيف كتشوفوا معايا. كنديروا الشعريه، كنزلوا فوق منها الفخيضات ديال الدجاج، وكنزوقوها بشي شويه ديال القزبر، ونقدموه بالصحه والعافيه.